كيف أرضون بهذا الأمر؟ كيف أتركون مدينة بيت المقدس ويلقونها وراء ظهورهم هكذا؟ هل يوجد أحسن من هذه المكافأة للعبيد؟ كيف لا يطيعون أمر الله ورسوله؟ إن عبيد بني إسرائيل لا يستحقون بيت المقدس، وإن بيت المقدس سيحرره من يستحقه. لله الأمر من قبل ومن بعد. هيا هيا هيا. وقدسا وقدسا. كفاك نواحا، هيا هيا. واستجاب الله لموسى وأنزل غضبه على عبيد بني إسرائيل، وحرم عليهم دخول مدينة بيت المقدس 40 سنة، وجعلهم يتيهون في الصحراء هذه 40 سنة. 40 سنة في الصحراء وليس لهم من الشمس ظل ظليل. أنه لا حول له ولا قوة. إنه حقا. ولقد كان موسى حزيناً بفراقه بيت المقدس، ولكن ما بيده حيلة. لقد أخبر العبيد بما أوحى الله به إليه، ولكنهم لم يطيعوه، ولهذا استحقوا التيه.
زوج، لقد أشرف طعامنا على النفاد. إذن فلنخبر موسى بأمر الطعام، يجب أن يجد لنا حلا لهذا. هيا فلتأكل المن والسلوى. إنه لطعام شهي. يجب أن يكون شهيا، فإنه طعام رب موسى. إنني لم أذق طعاما بهذا الجمال من قبل. نعم، لأنه طعام أتى من السماء. لا أعلم ماذا كان سيحدث لنا إن لم يكن معنا موسى في هذا الأمر. إن لم يكن معنا موسى ما خرجنا من مصر، ثم إن موسى ملزم أن يأتي لنا بالطعام. وهل تنصل موسى من المسؤولية؟ إننا كلما وقعنا في مأزق دعا الله لنا ليخرجنا منه. إن الله يجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. فليدعو موسى كذلك ربه أن يخرجنا من هذه الصحراء. لا تخف، سيخرجنا منها موسى بإذن الله.